طيب طبعا نادي الزمالك زي ما احنا بنقول ان الفتره اللي جايه هيبقى في نشوف هيختاروا مين من المدربين. في طبعا البلجيكي يانيك فيريرا، وفي البرتغالي جوزي موتا، والايطالي والتر ميتزاري. طيب تعالوا نشوف مثلا البلجيكي يانيك فيريرا ونشوف ابرز المحطات التدريبيه في مسيرته. الراجل درب اندرلخت فريق الشباب من 2004 ل 2010، كان مدرب مساعد في جنت من 2010 2011، كان مدرب مساعد في الشباب السعودي من 2011 ل 2012، في تشارل روا من 2012 ل 2013، طبعا ده بقى خلاص كمدير فني، وكان مدير فني لستاندر ليج 12 2015 2016، وفي ميتشلن 2016 2017، والفتح السعودي من 2019 ل 2022. ابرز انجازات فيريرا كان كاس بلجيكا فاز بيه مره، وكان مدرب الشهر في الدوري السعودي مره واحده. ده كان بالنسبه لفيريرا. المدرب الثاني المرشح وهو البرتغالي خوسيه موتا، كان مدرب مساعد في باسوج دي فيريرا من 96 ل 2000، وكان برضه في نفس التيم كان مدير فني مؤقت سنه 97، وبقى مدير فني من 2000 ل 2003، ومن 2003 ل 2008 برضه في نفس الفريق في جيل فيسنتي 2014 2015 كمدير فني، في افج في 2017، ومرن الصفاقسي التونسي برضه في 2017، وفي 2018 2019 رجع افج، وبعد كده 2022 في باسوج دي فيريرا. طبعا انجازات موتا كانت كاس البرتغال فاز بيه مره، وطبعا يعني دوري الدرجه الثانيه البرتغالي فاز بيه مرتين. طيب نشوف طبعا المدرب الايطالي والتر ماتزاري، وطبعا هو واحد من اشهر المدربين في العالم. مرن سامبدوريا من 2007 ل 2009، مرن نابولي من 2009 ل 2013، مرن الانتر في 2013 2014، مرن واتفورد الانجليزي 2016 2017، مرن تورينو 2018 ل 2020، ومرن كالياري من 2021 ل 2022. طيب انجازات ماتزاري ايه؟ فاز بكاس ايطاليا مره، وصيف الدوري الايطالي مره، وصيف كاس السوبر الايطالي مره. ومعروف عن والتر ماتزاري ان هو راجل يعني صاحب شخصيه قويه، مدرب كويس. ما نعرفش الاختيار هيبقى مين، وارد يبقى في اسماء تانية، ولكن الاسماء والاخبار اللي متداوله ان الثلاثه دولت ممكن يكونوا قريبين اقرب ناس، ولكن يعني انا شايف يعني كثيره ذاتيه في الثلاثه. والتر ماتزاري طبعا اكيد مدرب كويس، صاحب شخصيه جامده، يقدر يسيطر على غرف الملابس، وده اهم حاجه في المدرب. نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك الفتره اللي جايه، ان هو يرجع نادي الزمالك اللي احنا عارفينه. زي ما بنقول كنا نتمنى ان هو يكمل في البطوله الافريقيه، ونشوف الزمالك بيكمل مع النادي الاهلي، ولكن خلاص النادي الكبير المفروض ان هو بيلم نفسه في اسرع وقت. كل التوفيق لنادي الزمالك الفتره اللي جايه.